السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم مع بعض لي غاليت. هذه كيفيه سهله بزاف. لهاد الكيفيه نسحقوا حبات تاع البيض، اكياس تاع خميره الحلوى وزن 10 غرام، وكيس تاع سكر الفانيليا، كاس تاع الزيت، كاس الا ربع تاع السكر حرش، سكر كريستاليزي تاع القهوه، قشور حبه برتقال يعني تنجموا تستغنوا عليها، هي برك تعطيكم نكهه شابه في لي غاليت. عندنا زوج مغارف تاع العسل، زوج مغارف كبار، قرصه تاع الملح، وتقريبا الفرينه تقريبا نار تاع الفرينه. راح نبداو اول حاجه اللي هو البيض مع السكر. راني درت جوج حبات بيض، راح نزيد عليهم هذاك الكاس الى ربع تاع السكر. الا بغيتوهم يجو حلوين بزاف ديروا كاس تاع السكر، وراح نضربهم مليح حتى يولي الخليط قريب ابيض. بعد ما خلطت البيض مع السكر كما تشوفوا حتى ولا الخليط يعني خفيف وبيض شويه، نضربوه مليح. الا ضربتوه باليد ضربوه مليح. راح نبداو نزيدو في الزيت غير بشويه بشويه ونخلطوه، ما نديروش في مره. بعد ما خلطنا الزيت مليح راح نزيد الكيس تاع سكر فانيليا والقرصه تاع الملح، يعني رشه ملح. قشور البرتقال اللي قلت لكم تنجموا تستغناو عليها. وزوج مغارف كبار تاع العسل. وراح نخلط. درك راح نبدا نزيد في الفرينه اللي هي رطل تاع الفرينه تقريبا، بصح نزيد غير بشويه ونخلط. دايما كيما قلت لكم في الكاطو صفيو الفرينه، ولا كنتو دايرين في هذاك الكاطو شي كريغلاص تانيك صفيوه باش تجيكم الكاطو ولا الحلوى خفيفه. راح نصفيوها غير بشويه. نزيد زوج اكياس تاع خميره حلوى، يعني 20 غرام تاع خميره حلوى، دو ساشي خميره حلوى، هي خميره كيميائيه. راح نبدا نخلط سباتول باش ما نغلطش ندير كميه كبيره تاع الفرينه. نبقاو نزيدو في الفرينة بشوية ونخلطو حتى نحصلو على عجينة تكون طرية. بعد ما نميت العجينة دات لي حوالي يعني تقريبا رطل تاع فرينة يعني 500 غرام تاع طحين، راح ندي كمية من العجينة نحطوها في بابي كويسون باش يسهل علينا، باش منديروش الفرينة كنحلوها ويسهل علينا منزلوش نشفوها. معكورة العجينة تاع الحلوى دايما نلموها برك ما نعجنوهاش. راح نحل العجينة، ما تكونش رقيقة بزاف وما تكونش خشينة باسكو راه فيها زوج اكياس تاع خميرة. خاص كيما نديرو طورنو يعني الحجم تاع الحلوى. غنستعمل انا هاد الطابع، نبغي لي غاليت يكونوا شويه كبار ما يكونوش كيلو صغار باش يجونا كيما لي نشروهم من برا. وراح نقطع هاد لي غاليت هذا الشكل. بعد ما كملت حبات لي غاليت انا جاب لي واحد 12 13 حبه 13 حبه تاع غاليت بهذه الكميه.
عندي حبه البيض راح نخلط معها مغرف تاع كاكاو البني ولا نودي شوكولا بودغ ثانيك. علاش؟ باش تعطينا هذيك لا كولور اللي تجي من الفوق اللي تجي في لي غاليت. كان ديروا البيض وحده ما راحش تجيكم هذيك لا كولور. راح نخلطها قبل بالفرشيطه ومن بعد ندهن لي غاليت كما تشوفوا. بعد ما خلطت البيض مع الكاكاو راني ندهن فيهم. درك بعد ما دهناهم المخطوط تجبو ديروها بالموس ولا ديروا بهذه الاشكال اللي يتباعوا في الاسواق كما راكم تشوفوا. يعطيكم ديكور بزاف شباب لي غاليت والكروكي. انا استعملتهم المره اللي فاتت في الكروكي على شكل اشكال. ممكن ديروا غير بهذا الشكل بهذه الطريقه. هاد الوقت هذا انا نسخن في الكوشه باش ندخل لي غاليت توعي يطيبو. بعد ما يتحمروا يطيبو من تحت تشوفوهم طابو ما تحلوش عليهم كلش تكونوا طابو باش يخملو هكا. بعد ما يطلعوا نحمروهم شويه من فوق ونخرجوهم. بعد ما طابوا لي غاليت كما راكم تشوفوا هذه النتيجه اللي حصلوا عليها. يجوا بزاف من داخل طريين. نتمنى ان شاء الله يكونوا عجبوكم. اذا عجبوكم اشتركوا معي في قناه صفات محمد انس على اليوتيوب، صفحتي على فيسبوك صفات محمد انس. وصحتكم.